على تنفيذ محمد. المباراة بيد الهلاليين الآن. عمل الشلهوب عالية عرضية الزوري الهدف العاشر بالرأس، والهلال على رأس جدول الترتيب. الزوري يسجل هدف حسم المباراة لمصلحة الزعيم بالهدف الثالث، بالهدف الثالث وأيضا بالرأس، عاشر هدف للزعيم بالرأس، ورأسه برأس صدارة جدول الترتيب. شايف الشلهوب عالية وعرضية في قمة المثالية، زوري بيضعها في المرمى ليعلن حسم كل شيء، من أجل كل شيء، من أجل الهلال. الهلال يتقدم الآن بالهدف الثالث، بالهدف الثالث عن طريق عبد الله الزوري. صناعة من؟ صناعة الشلهوب يقبل الخاتم. الله يتمم لك على خير. ثالث